من خلال مؤتمر عقدته قوات سوريا الديمقراطية وبحضور ممثلين من التحالف الدولي. تم الإعلان عن البدء بالمرحلة الأولى لإنشاء المنطقة الآمنة على الحدود السورية التركية وإحلال المجالس العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية مكان قوات وحدات حماية الشعب، مع الاستمرار في دعم التحالف الدولي للقوات في مواجهة تنظيم داعش. في هذا الإطار أكد مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية خلال لقاء مع أخبار الآن، أكد أن الغرض من الآلية الآمنة هي إزالة ادعاءات تركيا ومخاوفها بشأن تنظيم داعش. أولا تصحيحا للأسم المتداول على الإعلام، ليست منطقة آمنة، هي آلية أمنية لإزالة ادعاءات الدولة التركية بمخاوف تتعلق بأمنها القومي. هذه الآلية الأمنية جاءت نتيجة نقاشات وحوارات طويلة الأجل كان يمثلنا فيها التحالف الدولي مع الجانب التركي. بهذا المعنى طبيعة الحال قوات سوريا الديمقراطية هي جزء من الاتفاق على هذه الآلية، وكنا قد أعلنا في أكثر من مناسبة أننا منفتحون على الحوار وسندعم جهود التحالف الدولي وبالذات جهود السيد جيمس جيفري وإنجاح مبادرته لنزع فتيل الحرب والاشتباك وإحلال السلام في هذه المنطقة. هذه الآلية الأمنية ستتضمن تسيير دوريات مشتركة بين القوات التركية والتحالف الدولي أو الجيش الأمريكي في المنطقة المحاذية للحدود السورية التركية بعمق يتراوح بين 5 إلى 14 كيلومتر حسب طبيعة المنطقة الجغرافية. هذه نؤكد أن هذه الدوريات مؤقتة، بمعنى أنها ستدخل من تركيا وتسير داخل المنطقة المحددة وستعود أدراجها للتمركز داخل الجغرافيا التركية، أي لن يكون هناك نقاط تمركز للجيش التركي داخل جغرافيا سوريا. طبعا بالفترة الأخيرة يعني الخلايا تنشطت، أنتم شفتوا الانفجارات المتعددة اللي كانت بالشدادي أو سواء بالحسكة أو سواء بكل مناطق الشمال الشرقي السوري، كانت يعني عن جد الخلايا يعني بلشت تشتغل شغلها يعني. ف يعني الأسباب يعني أسباب كثيرة، ممكن كان في يصير في فراغ أمني، الفراغ الأمني كان في فراغ أمني بما أنه القوات كانت يعني خلصانة جديدة من الحملة، فتأهبت القوات من جديد، صار في إنا تعامل يعني في أدنى قوات التدخل السريع الكوموندوس صارت تتعامل مع الخلايا ومسكنا خلايا. نحن يمكن عرضت على القنوات الإعلامية قبل مسكنا سلاح ومسكنا خلايا يعني بمناطق الشداد وريف الشداد وريف دير الزور. تركيا يمكن في الأيام القادمة سوف تشهدون تغييرات على أرض الواقع من إزالة المواقع العسكرية وأني تحضيرات للمنطقة الآمنة. هذه التحضيرات أيضا ضمن تكتيكاتنا العسكرية وسوف لن يؤثر على تقوية الجبهات القتالية قطعا، فسوف تكون إرضاء لهذه المعاهدة فنحن أو هذه الاتفاقية، فنحن سوف نلتزم بأي شيء ضمن هذه الاتفاقية وبكل تفاصيلها، كوننا نحن أبدينا هذا التوجه وسوف نستمر في هذه المسألة. طبعا الدوريات التي سوف تسير هي للتحالف الدولي لمحاربة داعش داخل أراضي شمال سوريا، وطبعا قد يكون يوجد فيها بعض الدوريات التركية قد تكون في حسب التفاهمات القادمة، لكن إن صارت فتكون ضمن تحالف دولي هذه الدوريات، فهذه الدوريات ستراقب الحدود بشكل جيد يمنع تسلل